أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة والناس من الجنة جنوں میں سے والناس اور انسانوں میں سے. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا میں تم سب سے زیادہ پرہیزگار اور اللہ کو جاننے والا ہوں. صحیح البخاری حدیث نمبر 20.